حظوظ الأوفر والمرشح الأول دائما للخروج من الملعب. انفراد وسواريز وفرصة ما زالت خطيرة. تاني الكرة سواريز مكمل عرضية أمام المرمى. جول ألفارو بيريرا لا يخطئ خطأ خيمينيز. نفس كرة خيمينيز بالملي، نفس كرة خيمينيز تماما، لكن شوف الفرق في التصرف، شوف الأخطاء الدفاعية، أخطاء إسلا وارتباك دفاعي تشيلي غريب غريب جدا من الشوط الأول. أدي ألفارو بيريرا فارق اتخاذ القرار، فارق التصرف، تصرف خيمينيز بطريقة سيئة. شوف الكرة بالكربون اهي، هي لكن شوف خيمينيز عمل ايه واستلامه للكرة كان ازاي، وفي النهاية لعب الكرة بكعبه ضعيفة هجوما. لكن الان الهجوم لتشيلي، مرت الكرة فاتت بوس جور يا ولد، يلعبها جميلة وسانشيز جول. جاء التعادل، ودعوني اقول التعادل العادل. نعم تشيلي على الأقل تستحق التعادل، المباراة سجال، المباراة متكافئة، وتشيلي حتى هذه اللحظة حتى الدقيقة 65 لم تكن تستحق أن تخسر. لكن الهدف جميل، الهدف رائع، الهدف ملعوب ملعوب. بوس جور شوف الغلطة، شوف الخطأ بدأ من هنا من ماكسي بيريرا اللي كنا بنشيد به منذ قليل، وبوس جور